للحديث عن رفض الميليشيات نتائج الانتخابات وقطعهما طرق وشوارع في مناطق شمالية بغداد ومحافظات جنوبي البلاد، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. أهلا بك دكتور. يعني الأحزاب والميليشيات تقطع الطرق في عدد من المحافظات رفضا لنتائج الانتخابات، وهناك توجه لتصعيد أكبر على ما يبدو، كيف تقرأ ما يجري؟ تفضل. أهلا بكم ومشاهديكم الأكارم وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. بعد أن أعلنت نتائج الانتخابات التي جرت في 10/10 ومعلوم أن هناك فرق عديدة وهي من الفصائل الميليشياوية لم تحصل على نتائج كانت تتوقعها بالحفاظ على مواقعها في البرلمان، وهذا مما حدا بهذه الفصائل أن تتخذ قرارا بقطع الطرق وتهديد السلم الأمني، وكلنا شاهدنا أن هناك عناصر من هذه الميليشيات تدعو إلى رفع السلاح ضد الحكومة، ولكن للأسف هذه الحكومة لم تقم بأي إجراءات كونها سلطة، وإنما فقط أنها أعلنت أن هناك إنذار جيم للقطاعات العسكرية للحفاظ على الأمن. لكن لماذا يعني تغض الحكومة دكتور محمد، لماذا تغض الحكومة حتى الآن الطرف عن هذه التهديدات العلنية في وقت قامت بقمع متظاهري تشرين؟ كيف تقرأ هذه الازدواجية المتناقضة؟ أنا باعتقادي الحكومة هي جزء من هذه المحافظة الطائفية الموجودة والقائمة حاليا، ولذلك تشعر أنه هم حلفاء، على الرغم من أنه النتائج التي خرجت إلى العلن نتائج تؤكد أنهم سقطوا، ولذلك على الرغم من أنه هناك عزف لمواطنين عراقيين لم يذهبوا إلى الانتخابات، فعلى الدولة كان المفروض أن تقوم بواجباتها اتجاه هؤلاء، بما فيها اتخاذ قرار قضائي أنهم يهددون الدولة، ولذلك لم يتخذ مثل هيك قرار. هذا يعني أنهم هم متحالفين معها وبذلك ومتعاطفين أيضا، وبذلك لم تتخذ هذه الإجراءات. دعنا نذهب إلى سؤال جديد دكتور محمد، يعني في هذا الإطار وإلى أي مدى مثلا تتوقع أن يتنازل الصدر عن كرسي رئاسة الوزراء ويسلم بهذه البساطة؟ هل هذا وارد؟ يعني باعتقادي سوف يسلم وسوف يتفق مع جهات بالضغط الإيراني وبضغوط أخرى من هذه القوائم، إذا ما اتفق واتخذ قرارا أن هناك قوة أخرى ممكن أن يتحالف معها وهي القوى الأكراد وكذلك تقدم من الفصائل اللي للأسف نسميها سنية، ولذلك أن السيد الصدر لم يكن على مستوى اتخاذ موقف قائم وحقيقي وموحد وممكن أن يصر على هذا الموقف أنه هو سيكون والصدريين مستلمين لرئاسة الوزراء، وبذلك أجد أنه هو سوف يتفاهم مع قوى أخرى من أجل أن يحصل على اتفاق معين مع هذه الجهات. ما يجري من صراع حقيقي، هل تراه حقيقيا وقابلا لأن يتحقق على الأرض ويتطور دكتور، أم تتوقع أنه سينتهي كما جرى من قبل بتفاهم بين أطراف العملية السياسية؟ أنا أعتقد أنه لا يمكن أن ينتهي هذا الصراع، لأن هناك قوة وطنية وخاصة القوة التشرينية المتواجدة على الساحة والتي هي لم تشارك مشاركة في هذه الانتخابات وأعلنت بصراحة عزوفها لأن هناك مطالب لم تحقق، بقى السلاح المنفلت بيد هؤلاء الميليشياويات وكذلك المال مال السائب الذي اشتروا فيه أصوات بعض الناخبين، وهذه الأمور لا يمكن
أن تكون هناك موقف للقوى الوطنية والقوى التشرينية من أن تأخذ بنظر الاعتبار أنه هناك مساومات مع الآخر، لا أنها جدية. يجب أن تكون هناك مواقف معينة ومحددة بما فيها إعلان موقف من هذه العملية السياسية والمحاصصة الطائفية وهذا الدستور، دستور المحاصصة وإلى غير ذلك من الأمور التي يجب أن تغير من مجرى هذه السلطة. وبهذا يكون العراق قد اتخذ مواقفا مشرفة في هذه القضية وإنهاء هذه الصراعات القائمة بين الأمريكان والإيرانيين من جهة، وكذلك أنه الشعب العراقي هو الذي يعاني من هذه المعاناة الحقيقية بما فيها قضية النازحين والسجناء الذين لحد الآن لم تقرر مصائرهم وهم يرزحون لسنوات عديدة. من لندن كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لك.